القضيه احنا سمعناها تصدمت ما فهمت والو حقاش واحد فاش مشيت بغيت ندير التصنيف مشيت بحال مع الجروب ديالنا ديال الفرقه جا انا دخلت عند واحد المصنف بريزيلي تصدمت بان الهضره ديالو في شكل ماشي انه مصنف انه بحال شي مدرب دخل معايا سميتك واش انت هو عبد الرزاق حطاب انه ديجا لقيت السميه ديالو لقيته انني هو اللي قال لي راه ماركتيج بيوت فاش دخلنا قبل دخلنا لقينا واحد الارجنتيني المدرب ديالو دخلنا لقينا كيهضر عليا انا هو هضر معاه قال لي راه هذاك فهمتي بحال اللي هو بغى يحيدني من المنتخب كان في واحد درنا واحد تورنوا انترناسيونال درنا في البرازيل ولكن الخطا اللي درنا اننا ما درناش تصنيف قبل ما نلعبوا حتى لعبنا وشافوا الاداء ديالنا عاد درنا تصنيف ودابا وعدونا وعد اننا غادي يكون تصنيف ان شاء الله في البرازيل الطموح ديالنا طموح كبير بزاف اننا ان شاء الله نكون نطلعوا البوديوم اي ميداليات كما كانت ميداليه ذهبيه ولا برونزيه اللي كانت ان شاء الله الحوافز انهم دابا كانت مشكل الحوافز كانت مشكل اثرت علينا بزاف وقطعنا شويه لونطريمون واثرت حاولنا نتجاوزوها دابا بدينا غير ما سميتو الحوافز ديال كاس افريقيا اللي باقي ما خديناهاش باقي ما توصلنا حتى شي منحه ديال كاس افريقيا باقي ما توصلناش بها المورال واخا شويه مهود ولكن كنحاولوا نطلعوا باش ما كان على حساب الرايه المغربيه ان شاء الله يهون كل شيء.